تنساوش راه مهم. 500 درهم ما ساهلاش، غدا تولي 600 ديال غدا تولي 550 600 يعني 600 ديال الدرهم، كاين لا توصلوا 900 ديال الدرهم على حسب العدد ديال الاطفال. فهذا يعني تحول نوعي، تحول نوعي كبير بالنسبه للبلاد، واللي حتى هو كيطرح الاكراهات ديالو بالنسبه للشغيله وبالنسبه للعمال. واحد العدد ديال المناطق يعني الناس كيمشيو يقلبوا. دابا كنتكلموا على لي بروبليم ديال التشغيل وديال لومبلوا وديال الشوماج، ولكن راه انا كنت فتطت مع واحد العدد ديال الوزراء يعني هذه الاسبوع الماضي، واحد العدد ديال الشركات اللي جاوا باش ياخذوا 500 ديال الاشخاص 900 ديال الاشخاص باسكو محتاجين في الناحيه ديال القنيطره اولا في ناحيه اخرى، والناس ما بغاوش يمشيو لهذيك يخرجوا من المنطقه ديالهم. يلاه القوميه اللي قبلت، لانه هذيك المنطقه معروفه بانه عندها واحد اليد العامله اللي هي مؤهله وتشتغل ب يعني بواحد المعقول وواحد العمل وكيحبوهم الناس. ف يعني هادو امكانيات اللي كاين واحد التحول، وهذا الشيء ديال الدعم الاجتماعي فيه لي زافونتاج ديالو، ولكن كاين الاشكاليه ديال الناس خصها تمشي تخدم، والناس خصها تفهم بانه راه الحساب اللي كيدا واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق ماشي هو اش كيدخل ليه في جيبه. دونك راه الا خدم وداك الشيء راه الاشكال اشنو هو يعني اللي كيتحسب ليه هو لي ديبونس ديالو ولو نيفو دو في ديالو اللي عايش فيه. فما يحرموش الشركات ديالنا من العمل، وعلى اي 3000 درهم ماشي هي 500 درهم ولا 600 ديال الدرهم، وغدا يمكن تكون 4000 درهم، والواحد خصو يدير رجليه في الشركه لانه الامور كتطور. شكون اللي قال انه في ظرف 5 سنين غادي تزاد لي صالير ديال 20%؟ شكون اللي قال اش غادي يوقع من بعد 5 سنين الاخرى؟ لان الامور غادي تطور احسن واحسن. وحنا راه التجربه اللي بغينا انه هاد الناس اللي كاينين في هادشي ديال لي زالوكاسيون ديريكت انه نواكبوهم باش يلقاو الشغل ويشتغلوا ويكونوا انديبوندون ويخرجوا ويخليوا الواحد اللي هو حتى هو عنده يعني الغرض في داك الشيء وعنده مشاكل ديالو وياخذ المكان ديالو.